بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في المرة السابقة أكملنا اللي هو الـ control of cells by chemical messengers، وعرفنا شو هم الـ chemical messengers وكيف كنا نحدد اللي هي الـ earth الـ target cells عن طريق الـ receptors. وشفنا كمان في المرة السابقة أو في الشابتر الماضي أو في الشابتر اللي شرحناه في المرات السابقة، شفنا كيف إنه في عندنا إشي اسمه signal transduction، وكيف الهرمون بيرتبط بالريسبتورز تبعه، سواء كان الريسبتورز على البلازما ممبرين أو سواء كان داخل النيوكليوس. هذا بيعتمد على طبيعة الهرمون أو طبيعة الكيميكال مسنجر، إذا كان ذائب في الدهون أو إذا كان ذائب في الماء. إذا كان ذائب في الماء لا يستطيع اختراق الغشاء الخلوي، وإنما يكتفي بالارتباط بالبلازما ممبرين الموجود فيها ريسبتورز، وبالتالي بصير في عندنا سكند مسنجر بدخله داخل الجسم. وتحدثنا المرة السابقة أيضا على ما تسمى بخطوات signal transduction inside of the cells، وعرفنا بالأخير إنه الكيميكال مسنجر نوعين، إما يكون هرمون أو يكون نيرو ترانسميترز. النيرو ترانسميترز اللي هي النواقل العصبية. اليوم رح ننتقل إلى تشابتر جديد بحكي عن النيورال كنترول ميكانيزم. باختصار رح حكينا في هذا التشابتر عن إشي اسمه اللي هو الجهاز العصبي، نقدر نقول عنه الجهاز العصبي. طيب، بشكل عام النيرفيوس سيستم رح ينقسم إلى قسمين، اللي هو سنترال نيرفيوس سيستم وبريفيرال نيرفيوس سيستم. لو جينا قلنا سنترال نيرفيوس سيستم اللي هو مكون من البرين، مكون من سباينال كورد. اذا السنترال نيرفيوس سيستم او الجهاز العصبي المركزي يتكون من اللي هو الدماغ، ويتكون من النخاع الشوكي. وللعلم دائما اللي هي الانسجه الخفيفه او الانسجه العصبيه اللي هي بتكون حساسه جدا، في عندنا وسائل حمايه بالجسم. بمعنى احنا لما نقول برين الدماغ، هو خلايا راح تكون كثير حساسة. لذلك الخلايا الحساسة هاي محمية بالسكال أو ما تسمى بالجمجمة، والسباينال كورد محمي بواسطة العمود الفقري، بين فقرات العمود الفقري، لأنه حساس جدا لذلك يتم حمايته بهاي الأنسجة. البريفيرال نيرفيوس سيستم المقصود فيها الأعصاب المنتشرة بالجسم، هي الأعصاب. السباينال كورد بالعادة بيطلع منه أعصاب تتجه باتجاه القدمين، باتجاه اليدين، باتجاه الأجزاء المختلفة. سباينال كورد and the body muscle, gland and sense organs. البادي muscles هاي كل عضلة لازم تحفز بواسطة نيرف، والجلاند بواسطة نيرف، والسنس أورجانز مثل العين والأذن والأنف كلها لازم تحفز بواسطة أعصاب. فالبريفيرال نيرفيوس سيستم الجهاز العصبي الطرفي هو الذي يحفز إنتاج أو يحفز انقباض هاي الأعضاء المختلفة. لو جينا شفنا شو الوحدة الرئيسية للجهاز العصبي، رح نلاحظ إنه تسمى نيورون. هاي شكلها، شايفين؟ هاي سموها نيورون أو نيرف سيلز، الخلية العصبية، أو ما تسمى باللي هو نيورون. وإحنا بشكل عام هي رح تعتبر ما تعتبر يعني الفانكشنال يونت للنيرفيوس سيستم، فانكشنال يونت للنيرفيوس سيستم. بالتالي بنقدر نقول عنها هي المكون الرئيسي لكل الأنسجة الخاصة بالأنسجة العصبية بالذات. طيب، لازم نعرف what are the structure of these cells. كيف بدنا نشوف الجهاز العصبي اللي قلنا مكون من جزئين؟ رح يكون لاحظ عندنا هون السيل بادي والدنترايتس. الأغشية العصبية هاي أو ما تسمى الشجيرات العصبية هي اللي بتستقبل الإحساسات من كل أجزاء الجسم، وبتكون highly branched to outgrowth of cells body and the cell body receive most input from other neuron. طيب النيرفز اللي بنحكي عنها بتعمل generating electrical signals. الإشارات العصبية هاي أو الإشارات الإلكترونية اللي بتجمعها هاي الخلايا العصبية move from one part of the cell to another part of same cell or to neighboring cells. بمعنى إنه هذول الخلايا كلياتهم
وكون متصلات مع بعضهم بواسطة اللي هي الشجرات العصبية اللي حكينا عنها الآن. لو جينا شفنا شو السيل بادي بمعنى آخر، ماذا يحتوي اللي هو الجهاز أو الخلية العصبية؟ هذا بتحتوي على النيوكليوس أند ريبوسوم فور بروتين سينثيسيس. لاحظوا عندنا فيها نيوكليوس، بس للعلم الخلية العصبية غير قادرة على الانقسام بالرغم من وجود بعض الأنوية. لذلك الخلايا العصبية تختلف عن خلايا الجسم المختلفة بأنها لا تستطيع أن تنقسم، بمعنى أنه لا تتجدد. يعني خلايا الجلد إذا ما تم صار في جروح أو صار في أي شغلة يتم تجديدها أو يتم انقسامها أو يتم اختفاء الجروح بعد فترة نتيجة زيادة الانقسامات المختلفة. بينما هون بالذات لا تستطيع الخلية العصبية أن تنقسم. في هناك بعض الدنترايتس اللي هي الشجرات، هذول بيكونوا بيستقبلوا receive most of input from other neurons. شو تركيبها؟ النيورون تركيبه الأكسون. شو هو الأكسون؟ الأكسون بعد السيل بادي والدنترايتس بيجي المحور العصبي. المحور العصبي وخاصة المرحلة الأولى منه الانيشال سيجمنت، initial segment اللي هي القطعة الأولى بسموها الأكسون هايلوك، اللي هو portion of axon closest to cell body plus the part of the cell body where the axon is joined. In most neurons، معظم النيورونز، the electrical signals are generated in this portion. دائما الأكسون هذا اللي بنحكي عنه هاي الهايلوك، هاي المنطقة هاي بسموها هاي اللي هي الأكسون. المنطقة هون هاي، من هون بيبدأ تكوين الإشارة العصبية. صح بتستقبلها الشجيرات، لكن هون بسموها الانيشيال أو ما تسمى بالأكسون هاي لوك الانيشيال سيجمنت، وهاي بتكون كلوزست للسيل بادي وبتعمل على إيش. In most neuron electrical signal are generated in this portion. إذن الإشارة العصبية أو الإشارة الإلكترونية بتبدأ بهالمنطقة هاي. الأكسون إذا بنطلع عليه مزبوط بنلاقيه كفرد. ليش كفرد؟ كفرد بواسطة الميلين. هذا الميلين هو اللي بيعطي سرعة للسيارات العصبية. لذلك إذا جلست أمام حوض من السمك ستجد حالة غريبة إنه الأسماك بتكون سريعة جدا. كيف سريعة جدا؟ الأسماك عندها ردة فعل كبير كثير. لما شرحوا الأعصاب وجدوا أنه أعصابها ميلينيتد شيث، محاطة جميعها بالغلاف الميليني، والغلاف الميليني هذا الموجود بيمنع إشي اسمه بيعمل عزل للإلكتريكال سيجنالز الموجود على الأكسون، وبالتالي بنتقل بصورة سريعة جدا السيال العصبي. لذلك عندها أعصاب كثير كويسة، وبنفس الوقت هاي الأعصاب بتكون قابلة لأنها تعطي ردة فعل قوية جدا. الأكسون of most neuron covered by myelin اللي هي الميلين اللي بحكي لكم عنه، الغلاف الميليني اللي بيغلف معظم اللي هي الخلايا العصبية. وهذا speed up conduction للإلكتريكال سيجنالز، وهذا الميلين مهم كثير مشان يسرع عملية التواصل أو اتصال الإلكتريكال سيجنالز along the axon to the conserve energy. كمان عندنا الأكسون تيرمينال بيعمل control communication between a neuron and another by releasing neurotransmitters chemical messengers. رجعنا نحكي بإشي اسمه اللي هو الكيميكال messengers. الكيميكال messengers هذا الأكسون تيرمينال لو رجعنا على الصورة رح نلاحظ في portion هون صغير. هذا البورشن الصغير هو عبارة عن إيش كان؟ كان معلومات عصبية بده وديها لخلية عصبية ثانية، هاي منسميها سينابس، تشابك العصبي. رح نجيب التفصيل فيما بعد، بس بمعنى آخر اللي هو الأكسون هذا بنتهي بإشي اسمهن اللي هن النواقل العصبية اللي بتم انتقالها باتجاه مين؟ باتجاه الخلية العصبية المجاورة. إذن بسموها نيوروترانسميترز. إذن هذول المكونات الأربعة بدي تعرفوهن، مكونات الخلية العصبية. الأولى اللي هو السيل بادي، الثاني مكونة من الدنترايتس،
الثالث اللي هو الأكسون، والرابع اللي هي الأكسون تيرمينالز. هذول أربع مكونات رئيسية للنيورون. طيب الممبرين بوتنشال، لو جينا شفنا الممبرين بوتنشال رح نلاحظ all living cells have an electrical charge difference across their plasma membrane. شو المقصود بالممبرين بوتنشال؟ الممبرين بوتنشال هو عبارة عن فرق الجهد ما بين the outside of cells and inside of cells، يعني the voltage difference between inside and outside. شو معنى هذا الكلام؟ هذا the difference in charge gives rise to electrical voltage gradient across membrane. بمعنى إنه إذا صار في عندنا outside positive و inside negative أو العكس، it means that there are different voltage. هذا بيعطينا الفولتج بيكون مختلف بين خارج الخلية وداخلها، وهذا زي اللي بيعطي طاقة، وهاي الطاقة بأي لحظة ممكن تولد عندنا اللي هو الأكشن بوتنشال اللي رح نشوفه فيما بعد. الممبرين بوتنشال بيطلع عن طريق الـ differences in ionic composition of internal and external fluid، بمعنى إنه فرق الجهد أو فرق تركيز الأيونات inside و outside. لاحظ عندنا هون بهذا السلايد شو عامل لك، شو موجود داخل الخلية وشو موجود خارج الخلية. الفرق في وجود هاي outside والinside للخلية، الفرق بيناتهم هو اللي بيعطينا الممبرين بوتنشال. طيب خلينا نشوف شو inside of the cell، شو موجود داخل الخلية. رح نشوف إشي اسمه الكاتايون أو البوتاسيوم أيون. رح نشوف much lower concentration sodium. بمعنى آخر the principal anion are protein. Inside of the cells رح نلاقي إشي اسمه كاتايون اسمه اللي هو البوتاسيوم، ورح نلاقي إشي اسمه اللي هو much lower concentration. كمان the principal anion are protein. يعني في عندنا أيونات inside of the cells مثل اللي هو الأمينو أسيد والسلفيت والفوسفيت والنيجاتيف تشارج، also اللي هي الكلورايد present in relatively low concentration. إذا بنعرف شو المكونات الرئيسية جوا الخلية بنقدر نحكم على إشارة موجب ولا سالب. طيب الأوتسايد الخلية شو الموجود عندنا؟ البرنسيبل كاتايون اللي هو الصوديوم and much lower concentration potassium. وهي على فكرة النقطة الرئيسية إنه نركز على الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم قديش كميته برا، والبوتاسيوم قديش كميته خارج الخلية outside. هذول هم اللي بيحددوا النيجاتيف والبوزيتيف بالضبط. إذا الممبرين بوتنشال بيعتمد على مكونات الخلايا الانتراسيلولر ومكونات الاكستراسيلولر. لو شفنا هاي الخلية، لاحظ عندنا هذا الاكسترا سيلر فلود وهاي السيل، هاي وجدت الخلية inside of these cells. منلاحظ انه في برا ايونات موجبة، في جوا ايونات موجبة، وفي برا اللون الاحمر هذا ايونات سالبة، وفي الداخل ايونات سالبة. لكن الخلية اذا ملاحظين بهذا الشكل، نجد انه الاوتسايد بوزيتيف، لاحظ هاي الاوتسايد بوزيتيف وانسايد نيجاتيف. شوف قديش كميه النيجاتيف الموجود عندنا هون. هذا لا يعني انه ما في بوزيتيف هون، but relatively the negative charge inside of the cells more and relatively outside positive charge are more than inside. اذا تكونت حاله عند الخلايا بهذا الشكل بحيث انه يكون في عندنا، إذا من هون لاحظنا هاي الحالة بنسميها اللي هي الاكسترمي أو ما تسمى ب الممبرين بوتنشال. إذا الممبرين بوتنشال بالحالة الطبيعية all cells under resting condition have potential difference across their plasma membrane. بقول لنا بالحالة الطبيعية الخلايا بوضعها الطبيعي بيكون في عندنا إشي اسمه with an inside negatively charged with respect to the outside. This potential is resting membrane potential. إذن هاي بسموها resting
ميمبرين بوتنشال. الميمبرين بوتنشال دائما في عندنا رقم هون إذا شايفينه بهذا السلايد، هذا الرقم minus 70 ملي فولت means that inside cell negative relative to outside، بمعنى إنه كل خلايانا بالجسم، كل خلايانا بالجسم بيكون فيها فرق في الجهد يقدر بحوالي minus 70 ملي فولت، وهذا كفيل بإنه يعطينا الطاقة لإنتاج أو creating أو لخلق action potential بالخلية، يعني تتجاوب الخلية بمعنى آخر. فلذلك الممبرين potential is minus 70 ملي فولت means that inside the cell negative relative to outside. في البلازما ممبرين بكون different kind of selective ion channels. لو ايش هذول الايون شانلز؟ هذول الايون شانلز او القنوات الموجوده، عفوا القنوات الموجوده داخل البلازما ممبرين مهم كثير مشان تعمل اخراج وادخال لمين؟ للصوديوم او البوتاسيوم. بمعنى انه البلازما ممبرين، البلازما ممبرين there are many different kind of selective ion channels. الشانلز هذول هم الاساس اللي خلونا برا بوزيتيف وجوا نيجاتيف. All cells under resting condition have potential difference across their plasma membrane. الحاله هاي بنسميها resting membrane potential، يعني الحاله الطبيعيه للخلايا واحنا في حاله مش ستريس ولا حاله اكسرسايز ولا حاله نوم. الحاله الطبيعيه اللي احنا بنعيشها بتكون خلايانا فيها ناقص 70 ملي فولت قبل ما يجيها اي مؤثر، ولازم تكون ماينس 70 ملي فولت. ليش؟ كيف قاسوها؟ جابوا الكترود زي هيك، وهذا الالكترود وضعوه انسايد اوف ذا سيلز واوتسايد اوف ذا سيلز، وقاسوا وجدوا انه الخليه لو وضعنا فيها الكترود من جوا والإلكترود أوتسايد راح تعطينا اللي هو ماينس 70 ملي فولت. إذا بالوضع الطبيعي هذا بسموه ريستينج ميمبرين بوتنشال، خلايانا كلياتها فيها كهرباء تعادل ماينس 70 ملي فولت، والإنتراسيلولار ريكوردينج مايكرو إلكترود والإلكترا، يعني جابوا حطوا إلكترود، هذول إلكترودين واحد إنتراسيلولار وواحد إكستراسيلولار إلكترود. فرق الجهد بيناتهم قاسوه بالفولت ميتر وجدوا انه ماينس 70 ملي فولت. اذا بمعنى انه الممبرين بوتنشال بنشا عن طريق فرق الجهد بين الخلايا. طيب بحاله الريستنج اللي حكينا عنها، ريستنج بوتنشال هاي از جنريتد اكروس بلازما ممبرين باي موفمنت اوف صوديوم اند بوتاسيوم ايون اكروس بلازما ممبرين. يعني الريستنج هاي الحالة اللي صارت عندنا هي عبارة عن حالة تم فيها اللي هي الموفمنت اوف صوديوم اند بوتاسيوم ايون اكروس ذا بلازما ممبرين، نتيجة صعود او ما تسمى نفاذية الصوديوم والبوتاسيوم، بحيث انه البوتاسيوم moves out cell down its concentration gradient through leak potassium channel. بمعنى انه البوتاسيوم بالعادة بيطلع خارج الخلية عن طريق تسرب بسموه الليك بوتاسيوم شانل. في بعض القنوات موجودة هيها، لاحظ عندنا في بعض أنواع من القنوات إنه البوتاسيوم بيصير إله ليك من الانتراسيلولار. في قناة هون هاي طلعت البوتاسيوم، وضع الطبيعي البوتاسيوم هون بيكون أعلى بكثير، فلذلك طلع 2 بوتاسيوم مقابله فات 3 صوديوم. وهاي شغلة مهمة هنشوفها الآن، إنه small amount less than بوتاسيوم صوديوم enter the cell down its concentration small amount one. لاحظوا عندنا كمية بسيطة من الصوديوم دخلت مقابل كمية كبيرة من اللي هي البوتاسيوم طلعت خارج الخلية. احنا هذا يعتبر شذوذ عن اللي هي الانتراسيلولار. لذلك هون هاي الانتراسيلولر وهاي الاكستراسيلولر بالخلية، الصوديوم بصير أحيانا له دخول بكميات بسيطة، والبوتاسيوم أحيانا بصير له كميات بسيطة خروج إلى خارج الاكستراسيلولر. من هو بضبط هاي العملية؟ بضبطها إشي هون اسمه الصوديوم بوتاسيوم ATPase pump. هذا بضبط الشذوذ اللي بصير على البلازما ممبرين.
في مضخة اسمها مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. هاي المضخة very important، مهمة كثير، هي اللي بتم فيها ضبط اللي هو دخول الصوديوم وخروجه، مشان يخلي الممبرين بوتنشال ثابت. إذا ممكن الصوديوم يشذ بعض مرات يدخل على الخلية، ممكن البوتاسيوم يشذ ويطلع خارج الخلية، لكن تيجي مضخة اسمها مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، هاي بتضبط العملية كلها، بحيث إنه إذا دخل عندنا هنا الصوديوم تطلعه مباشرة لبرا، وإذا طلع بوتاسيوم ترجعه إلى الداخل عن طريق فقط طاقة. إذا هاي العملية مهمة كثير، انه small amount potassium over time مع الوقت الـ concentration للـ intracellular sodium والبوتاسيوم does not change، ما بتغير حتى لو طلع بوتاسيوم صوديوم، لانه في عندنا اشي اسمه اللي هي الـ ATPase pump. هاي مهم كثير المضخة اللي هي بتعمل stability للـ concentration للصوديوم والبوتاسيوم. طيب بكفي اليوم لعند neural signals، ونكمل المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.